الرحمن الرحيم. توجهوا لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين، توجهوا بقلوبكم إلى كربلاء. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام، زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وأهلي وأقربائي والمؤمنين والمؤمنات ومن كلفنا الدعاء والزيارة قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموت، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم.
وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم. ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ارفع صوتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمدا وآل محمد. اللهم بما جرى على الحسين في مثل هذا اليوم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا بمحمد وآل محمد. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم شافي كل مريض بحق مريض كربلاء زين العابدين لا سيما المنظورين. اللهم اقض حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. اللهم أحسن عواقب أمورنا إلى خير. اللهم أمتنا على ولاية محمد وآل محمد. عرف بيننا وبينهم يوم القيامة بجاه محمد وآله الطاهرين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتكم رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. السلام عليكم، تقبل الله أعمالكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. أخوان، بالنسبة للأخوة المنطقة الشرقية مأتم الجواد، عندهم مجلس لثلاثة أيام متتالية بعد صلاة المغرب اليوم وغدا ويوم الثلاثاء. تقبل الله أعمال الجميع وآجركم الله. بالنسبة للصلاة الجماعة لا توجد صلاة جماعة، اللي يحب يأخذ أكل ويمشي أو يحب يصلي مفرد الجامع مفتوح.